لكن دعنا أذهب إلى مرة أخرى إلى زميل محمد خليفة وما لديه الآن من معلومات. صباح الخير محمد. دكتور بسام ونرد الرحب فيكم طبعا مشاهدينا في هذه الإطلالة المتميزة من شاشة تلفزيون دولة الكويت، ومعنا طبعا معطيات الدائرة الثانية والثالثة، ونبلش معاكم في معطيات الدائرة الثانية. نشوف معاكم المناطق التي تنضم إلى الدائرة الثانية. عندنا عبد الله السالم، الشامية، القادسية، والمنصورية، والفيحة، والنزهة. لازم نشوف معاكم طبعا المناطق التي تنضم إلى الدائرة الثانية. عندنا الصليبخات، الدوحة، المرقاب، الجبلة، الشويخ، وغرناطة. وعندنا آخر منطقة في الدائرة الثانية وهي منطقة القيروان. الحين ننتقل معاكم إلى طبعا أعداد الناخبين والناخبات والنسب في الدائرة الثانية، نشوفها معاكم على الشاشة. نشوف معاكم طبعا في البداية المجموع هو 62547 طبعا بالنسبة لمجموع الناخبين، أما بلغ أعداد الإناث الناخبات هو 52% أي 32481، أما من الذكور 48% أي 30066 ناخب في الدائرة الثانية. الحين نروح معاكم إلى أسماء المرشحين والمرشحات بالنسبة للدائرة الثانية، نشوفها معاكم على الشاشة مشاهدينا. بداية عندنا أحمد خالد بغيث والمرشح أحمد محمد الحمد، وعندنا أيضا بدر حامد الملا. لازم نشوف معاكم الأسامي على شاشة تلفزيون دولة الكويت، نشوف معاكم الأسامي. ومستمرين في هذه التغطية نشوف وجه نسائي، جميلة فهد الطشة، حمد محمد المطر، وحمود عطية العنزي. وإحنا بدور نوجه دعوة لجميع المواطنين للتوجه إلى طبعا صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم. خالد عايد العنزي، سلمان خالد العازمي، وصالح علي غضنفر. نشوف معاكم الأسامي على الشاشة في تغطيتنا المباشرة والحية من شاشة تلفزيون دولة الكويت. صلاح محارب الفضلي، المرشح عبد الرحمن فهد العنجري، والمرشح عبد الرحمن يوسف الشمري بالنسبة إلى الدائرة الثانية. نشوف معاكم لازلنا الأسامي المشمولة إلى الدائرة الثانية. عندنا طبعا المرشح عبد اللطيف عدنان الحريجي، والمرشح علي محمود العطار، وأيضا المرشح مؤيد عبد الله الشهاب. لازلنا معاكم في هذه التغطية الحية والمباشرة بالنسبة للدائرة الثانية. معنا محمد عبد الأمير الحداد، والمرشح مساعد سعد المانع، وأخيرا يوسف راشد المذن. من الدائرة الثانية ننتقل معاكم إلى الدائرة الثالثة، ونشوف معاكم المناطق التي تنضم إلى الدائرة الثالثة طبعا من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت. نشوف معاكم طبعا المناطق على الشاشة. حاليا نشوف معاكم مناطق كيفان، الروضة، العديلية، الجابرية، السرة، والخالدية، ولا زال طبعا الكثير من المناطق بالنسبة إلى الدائرة الثالثة نشوفها معاكم على الهواء. قرطبة، اليرموك، أبرق، خيطان، السلام، حطين، وخيطان الجديدة. ومعنا طبعا آخر ثلاث مناطق بالنسبة إلى الدائرة الثالثة نشوفها معاكم على الهواء، الصديق، الشهداء، الزهراء. الحين ننتقل معاكم إلى النسب بالنسبة إلى الناخبين والناخبات في الدائرة الثالثة، نشوف معاكم على الشاشة. طبعا المجموع بلغ إلى 96528، أما نسبة الإناث من الناخبات 54% أي 51810، أما بالنسبة للذكور وصلت النسبة إلى 46% أي 44718. ننتقل معاكم إلى أسماء المرشحين والمرشحات في الدائرة الثالثة، نشوفها معاكم على الشاشة، شاشة تلفزيون دولة الكويت. معنا وجه نسائي، المرشحة أفراح جعفر ملا علي، معنا المرشحة أنوار كامل القحطاني، ومعنا أنور مساعد الطبطبائي. لازم نشوف معاكم الأسامي من المرشحين والمرشحات على شاشة تلفزيون دولة الكويت. جابر حماد العتيبي، جاسم محمد الكندري، وعندنا أيضا المرشح جاسم محمد العريفان. نشكر كل الجهات الحكومية على مشاركتها أكيد في هذا العرس الديمقراطي والحدث الديمقراطي. معنا حنان محمد القحطاني، خالد راشد الصدي، وخالد عبد اللطيف المنيع. لازلنا نشوف معاكم الأسامي على شاشة تلفزيون دولة الكويت، وإحنا معاكم في هذه التغطية المباشرة والحية وحتى فرز النتائج في نهاية اليوم. خالد عبد الله الخميس، خالد عبيد العتيبي، والمرشحة يعني نشوف معاكم وجه نسائي أيضا، ريم عبد الله العيدان. نشوف معاكم الأسامي بالنسبة للدائرة الثالثة، الدائرة الانتخابية الثالثة. معنا أيضا عبد الرحمن حسن العتيبي، وعبد العزيز عبد الله العامر، والمرشح عبد الله أحمد كندري. مثل ما قلنا نشكر جميع الجهات الحكومية اللي شاركت في إنجاح هذا اليوم وفي هذا العرس الديمقراطي، الكثير من الوزارات بصراحة. عندنا المرشح عبد الله بن نخي، والمرشح علي محسن عوض، وعندنا عمار محمد العجمي. شفنا معاكم طبعا
عن معطيات الدائرة الثانية والثالثة، والحين ننتقل أكيد لازلنا نشوف معاكم أكيد المرشحين فاضل حمزة خورشيد وفهد عبد الله مزعل، وعندنا أيضا فهد محمد العتيبي بالنسبة للدائرة الثالثة. لازلنا نشوف معاكم طبعا على الأسامي المرشحين، وعندنا أيضا فواز فهد المخد، فوزي صقر الصقر، محمد طلال السعيد. لازلنا معاكم نشوف معاكم الأسامي بالنسبة إلى الدائرة الثالثة: مهلهل خالد المضف، نصر علي العصفور، هشام عبد الصمد الصالح. مثل ما قلنا نشكر كل الجهات الحكومية بصراحة على دورها، ومنها أكيد وزارة الصحة الكويتية اللي أكدت بوقت سابق على وجودها لأي حالة طارئة قد تحدث لا سمح الله. وعندنا أخيرا يوسف محمد الرشيدي. شفنا معاكم طبعا معطيات الدائرة الثانية والثالثة، والحين ننتقل